صباح الخير عليكم متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في الثبات المباشر من مدينه الدار البيضاء. وكيف ما العاده المشكل ديال المخلفات وبقايا النسيج واللي كيلوحوها العديد من الشركات ديال الحي الصناعي. واللي للاسف الشديد كتشوفوا معنا هذا البوست هذا اللي دايره شركه ليداك ودايره منه واحد شريجمات ملي كيتنفس هذا البوست، ولكن بهاد البقايا وهاد مخلفات البوست راه مزموت وكيدير واحد الاصوات اللي خطيره، والدخان ايضا ديال العافيه اللي كيحرقوا هنايا البعيره. اذا هذا الشيء كلشي كيشوف هذا البوست لا مشى تنفجر. يعني بعض اصحاب الشركات عندهم واحد العقليه صراحه هذا تخلف وجهل، تخلف وجهل للاسف الشديد، للاسف الشديد. يعني كتسمعوا معنا هذا الصوت، صوت خطير كيصدروا هذا البوست هذا. ويقدر يسبب في الانفجار ديال هاد البوست بكل سهوله ويسبب كارثه هاد المنطقه هادي. لان مشاهدينا الكرام تنتمنوا من السلطات المعنيه انها تعاقب اي واحد كيقوم بمثل هاد التصرفات المسيئه واللي صراحه كتخسر المنظر ديال الشارع العام. للمتابعين الكرام صباحكم مبروك والى اللقاء في بث اخر باذن الله.